وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الصينية إن إغلاق الباب أمام التواصل لا يخدم الثقة والتعاون العسكري بين الصين والولايات المتحدة، وذلك تعقيبا على إلغاء واشنطن دعوة بكين للمشاركة في تدريبات بحرية كبيرة تستضيفها الولايات المتحدة. وأضافت الوزارة في بيانها إن دعوة الصين أو عدم دعوتها لا يمكن أن يغير من عزمها على لعب دور في حماية السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.